على الخط مباشرة النائب نديم الجميل، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا فيك. يمكن في أحزاب معنية أكثر من غيرها لأنه هي عندها أعداد من المعتقلين بالسجون السورية. اليوم المنظمة الأممية اللي وضعت إيدها على هالملف، قديش ممكن نحن نعوض؟ صحيح، خلينا بلش أقول إنه صحيح يمكن في أحزاب معنية أكثر من غيرها، بس كمان هذا الموضوع ما بيعني كل اللبنانيين وبيعني الشعب اللبناني ككل. بذكر بس انه في كثير معتقلين من الجيش اللبناني، وبذكر انه في كثير معتقلين من كل الطوائف ومن كل المناطق اللبنانيه، مش بس من منطقه او من حزب او من طائفه واحده. فمشان هيك هذا الموضوع كثير مهم، وموضوع يتعلق بكل اللبنانيين، وكل منطقه بلبنان في عندها يعني عندها حدا اسير بالسجون السوريه او مخطوف او معتقل او حتى يعني مغير من النظام السوري في لبنان. وليش بس 46 نايب؟ لانه اولا بفتكر انه في شويه تعاطي بهذا الموضوع من باب سياسي، وبعرف انت اليوم في نواب بالمجلس النيابي اللبناني بعدهم بيعتبروا حالهم مقربين من النظام السوري، وبعدهم بدهم يرضوا الولاء لبعض الأنظمة الخارجية، فكمان هذا الشيء ما بينسبون. يعني حتى بدك إذا بدك قبل ما تصلي على النواب، شوف الحكومة، يعني حتى الحكومة كانت مفروض هي تكون عم بتصوت على هذا القرار، على قرار إنشاء هيك مؤسسة مستقلة. امتنع عن التصويت وزير الخارجية لما نعرف تماما أنه الحكومات اللبنانية المتوالية على يعني من 2000 لحديد 2018، كل الحكومات المتتالية تقريبا يعني بال 2000 2002 2005 2009 كل الحكومات شكلت لجان لا تمثق مع النظام السوري وتعرف مصير هيدي المعتقلين. هلا بغض النظر اذا وصلوا الى نتيجة او لا، بالنهاية كل الحكومات اللي تولوا ان كان تحت النظام ان كان تحت الاحتلال السوري او ما بعد الاحتلال السوري او بعد ما خرج النظام السوري، شكلت الحكومات المتتاليه لجان من هذا النوع. اليوم الوزير الخارجيه يلي صار يحط على حاله سانسور يعني او مراقبه مسبقه، امتنع عن التصويت يمكن لاسباب سياسيه او غيرها، او لانه في مين اليوم عم بيتولى كمان القرار الخارجي اللبناني بين ايديه. وعم نشوف هيدا الشيء، انا ما رح فوت لغير موضوع، عم نشوف هيدا الشيء ايضا بشيء اللي عم بيحصل حاليا بالامم المتحده على موضوع تجديد اليونيفيل. ولكن انا بعتبر انه اليوم الموضوع اكبر بكثير من موضوع سياسي او موضوع تجاذبات سياسيه او افريقا، هيدا الموضوع يتعلق بكل اللبنانيين، هيدا موضوع انساني بامتياز. نحن ما عملنا هذا الشيء ولا من باب تصفية حسابات ولا من باب يعني ما وقعنا على هذه العريضة من باب تصفية حسابات او من باب سياسي او من باب محاسبة قضائية، لانه اساسا هيدي المؤسسة ما عندها ولا صفة من هول الصفات. شغلتها بس تجمع معلومات وتقدر تعطي معلومات لأهالي الضحايا وأهالي المفقودين، تعطيهم أكبر عدد معلومات ممكن عن وجود أو عن مصير المفقودين. هيدي ما إلها ولا جنس الطابع السياسي أو حتى القضائي أو حتى تصفية الحسابات، بل بالعكس نحن بنعتبر إنه هيدا باب عم ينفتح كرمال المصالحة وكرمال صلحة حقيقية بين الشعوب أولا وبين الأنظمة وبين النظام السوري. نعم، بس بالمقابل شيخ نديم، يعني اليوم في عم بيطالب يعني النظام السوري وعم بيقول نحن عنا معتقلين بلبنان وبالسجون السورية وعندنا ناس مفقودين بلبنان، ب 860 سوري عم ينقال بالسجون اللبنانية وعنا مفقودين بلبنان، يعني مثل ما نحن عنا عندهم هن أول شيء هم منهم مفقودين. بفكر انه كل اللي عم بيطالب فيهم النظام السوري معروفين، هن محبوسين، هن ليس مفقودين، هم محبوسين في السجون السورية اللبنانية، لأنه معروف
انه اليوم هول الجماعه ارتكبوا جرم معين وانحبسوا تحت اطار القضاء. ما في حدا بلبنان يعني مخطوف او مجهول الوجود او الهويه او المصير. هيدا الفرق. نعم. ما في حدا بلبنان بهذا الاطار. في يمكن ناس، يمكن في سوريين انفقدوا بالحرب لانه صار في احتيالات، صار في حروب بالمعارك وانفقدوا، ايه معقوله هيدا يكون هيدا الشيء صار، ولكن هيدا امر يتعلق بكل الحروب. يعني بالنهايه بنرجع بنذكر انه هن يلي اجوا واعتدوا بالاشرفيه او بزحله او بالمتن او بكل المناطق اللبنانيه، هن اللي اجوا وقرروا يفوتوا بمعارك بهيدي المناطق يتحملوا هيدي المسؤوليه. ولكن نحن واحدا من ال 350 معتقل يلي موجود اليوم بسجون السوريه ويلي مفقودين بالنهايه، ولا واحد منهم هو كان مقرر يروح يحارب بسوريا او ب او بدرعا او ب او ب او بالشام او بدمشق او حتى ب بما بعرف اي منطقه بسوريا. فمشان هيك نحن اليوم منا العمليه مقايضه ومنا العمليه تتعلق بواحد وواحد مكرر او ست وست مكرر. اليوم في فرصه كثير كبيره، فرصه ذهبيه. الامم المتحده اخذت قرار بتشكيل لجنه او بتشكيل مؤسسه وانشاء مؤسسه للبحث بكل المفقودين السوريين على الاراضي السوريه. نحن اليوم هيدي العريضه اللي بنجيبها مفقودين لبنانيين. لا لا، ما هيدي هي المفقودين السوريين في هون مش محددين. القرار يلي طلع من الامم المتحده منه محدد، اي فقط انه بدنا مهمه هيدي المؤسسه هي البحث عن المفقودين في الدوله السوريه. نحن اليوم العريضه اللي عملناها هي لنضيف اللبنانيين المفقودين في السجون السوريه ونأكد على هذا الامر. هلا يمكن هن الامين العام يمكن ياخذ قرار بضم كل المفقودين، ممكن يجي يقول انا بس بدي احدد هيدي العمليه للسوريين. مش هيك نحن اضطرينا انه نعمل هيدي الوثيقه ونبعثها الى الامين العام لنأكد انه بهمنا نضم اللبنانيين المفقودين في السجون السوريه. دمشق قالت للمره الالف لا معتقلين ولا مفقودين لبنانيين بسوريا، وعم بتردد هالكلام من بعد انشاء المؤسسه عبر الامم المتحده. لا، ما تعودنا على هذا الكلام من النظام السوري على فتره، على فتره كثير طويله. نتذكر انه ما بعرف باي سنه على الضبط بحوالي 2000 كانت عم بتكرر هيدا الشيء وعم بتقول انه ما عندي ابدا معتقلين في السجون السوريه، واذ بيظهر كميه كبيره من المعتقلين في السجون السوريه بحوالي 2000 2005. يعني هيدا برهان كثير واضح انه هيدا كذب. واضافه الى ذلك حتى في كثير ناس خرجوا من السجون السوريه وشهدوا وقالوا انه بعد في معتقلين لبنانيين وهن شافون وهن كانوا عم يحكوا معهم معتقلين في السجون السوريه، بعضهم موجودين في سوريا. يعني هذا الامر معروف. وعلى كل، اذا ما عندها شيء تخبيه سوريا واذا النظام السوري حابب يبرهن هذا الشيء للامم المتحده، يفتح مجال لمؤسسه مستقله من الامم المتحده هي تعمل هيدي الابحاث. مش عم نقول انه اللبنانيين بدهم يعملوها، ولا عم نقول انه احزاب معينه عم تعملها، عم نقول هيدي الامر من الامم المتحده وبطريقه مستقله كامله. علما انه برجع بكرر هيدا الشيء ما بيكون الا عم بيعمل مصلحه البلدين ومصلحه الشعبين ومصلحه مستقبل الشعوب، لانه بنكون عم نبلسم جرح الاهالي، بنكون عم نخلق فرصة جديدة لمصالحة ولصلحة حقيقية بين البلدين، ومنكون عم ننهي الاحداد يلي اليوم الاهالي عايشين فيه يلي ما عم بيقدروا فعلا يعملوا الاحداد تبعهم بمعرفة مصير اهاليهم. انا بدي اشكرك النائب الشيخ نديم الجميل، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعة صوت لبنان.